An ice hockey puck of mass 170 جرام enters the goal with a momentum of 0 مع 0 مع minus 6.3 كيلوغرام متر بير ثانية. يبقى ده المومنتم. Crossing the goal line at location ده البوزيشن اللي بيدخل بيه الجول يعني الفاينل. Relative to an origin in the center of the ring. The puck had been hit by a player 0.4 second before reaching the goal. What was the location, the initial, of the puck when it was hit by the player? يبقى اللاعب خبط الهوكي باك عند لوكيشن ما نعرفوش، بس اللوكيشن النهائية كانت ده، وكان المومنتم بتاعه ده اللي هو الام في الفي. بيقول what was the location of the puck when it was hit by the player، وبعدين مديني assumption assuming negligible friction between the puck and the ice، يعني السرعة ثابتة. Note that the ice surface lies in the XZ plane اللي هي في الأرض، الواي اللي هو فوق الأرض. يبقى احنا عندنا سرعة ثابتة ما نعرفهاش كام. نقدر نعرفها منين؟ من ال P بيساوي ال M في ال V. يعني فرضنا ان constant velocity ان مفيش friction مش هتقلل السرعة. ال P عندنا 0 و 0 minus 6.3. ال mass 0.17، فلو قسمت 0 على 0.17 اديني 0 نفس الشيء، و minus 6.3 على 0.7 اداني minus 37. يبقى ده ال V اللي هي ثابتة او ال V average. احنا عايزين ال R initial وعندنا ال R final، فال R final بتساوي ال R initial زائد ال V average في الدلتا T. ال R final بصفر وصفر وماينس 26. ال R initial مطلوبة لما ال player يعني initially hit the hockey puck. الدلتا T قالها لي 0.4 second. معنى كده ايه؟ هحط ال R final واسيب ال R initial مجهولة. ال V average اللي حسبناها واعتبرناها constant لان مفيش friction مش هتقل، والدلتا T ال 0.4 اللي قالها لي صراحة في السؤال. احنا عايزين ال R initial، فاقول 0 minus 0 ضرب 0.4 اللي هي 0، 0 minus 0 ضرب 0.4 اللي هي 0، minus 26، بعدين minus 37 في 0.4 اداني minus 11.2. يبقى ال R initial كانت 0 و0 و minus 11.2 متر per second. يبقى ده ال initial position. ال final position اهو اللي هو 0 و0 و minus 26، والسرعة بين ال two position كانت ثابتة بالقيمة دي، وبالتالي momentum كان ثابت اللي هو M في اللي هو ده. يبقى هو اداني momentum واداني الماس، حسبت منه ال V اللي هي constant. عندي ال R final وعندي ال V average وعندي ال delta T، اقدر اجيب ال R initial.